لم يكن بوغالب المنصور رجلا معروفا في الفنيدق، بل هم قلة، أولئك من بين الجيران من يعرفون عنه أكثر من كونه متزوجا بنت عمه رحمة، وأن له منها بنتا وحيدة اسمها نوال. قلة هم الذين يعرفون أن بوغالب الذي جاء من العرائش ليستقر في الفنيدق لا يعمل منذ عدة أشهر، وفجأة صار اسم بوغالب المنصور متداولا في مكاتب مفوضية الشرطة. صباح الخامس عشر من أبريل من العام 2008 في الساعة الأولى من العمل، تقدمت السيدة رحمة المنصور إلى مفوضية الشرطة تريد تسجيل شكاية ضد زوجها وابن عمها بوغالب المنصور. كانت ترافقها بنتها نوال. قالت للضابط الذي استقبلها إن زوجها اغتصب ابنته البارحة مساء. وجد الضابط نفسه أمام قضية اغتصاب محارم، ولذلك أبلغ على الفور رئيس المفوضية العميد محمد عتيق الذي أخطر الوكيل العام للملك. وبما أن الضحية المفترضة فتاة في الرابعة عشرة من العمر هي نوال بنت المشتكى به، فقد كانت تعليمات الوكيل العام للملك أن توكل القضية إلى العميدة فاطمة مرزوق المكلفة بفرقة الأحداث في ولاية أمن تطوان. كان على العميدة أن تقوم بالتحريات اللازمة بدءا بعرض الطفلة نوال على طبيبة متخصصة، ثم اعتقال الزوج والأب بوغالب المنصور ووضعه رهن الحراسة النظرية إلى أن ينتهي البحث ويتم تقديم الملف مع كل أطراف القضية أمام الوكيل العام للملك. وكذلك سارت الأمور. تولت الدكتورة عائشة خدي الطبيبة المتخصصة فحص الطفلة نوال، وأكدت أنها لم تفقد عذريتها، وتحفظت الطبيبة على القول بأن الفتاة تعرضت لعملية اغتصاب. قالت إن المعلومات التي نطقت بها الطفلة تبقى مبهمة، ونصحت العميدة فاطمة مرزوق بعدم الانسياق وراء ظاهر الأمور. كان فيما خلصت إليه الدكتورة عائشة خدي ما يكفي ليجعل العميدة فاطمة أمام قضية جد معقدة. الفتاة ومن ورائها أمها رحمة تؤكد أن والدها اغتصبها مساء البارحة إذ كان في حالة غير طبيعية، والطبيبة تنفي أن تكون الطفلة نوال تعرضت للاغتصاب. ما الذي قالته الطفلة في تصريحاتها الأولى للشرطة؟ قالت نوال إنها مساء الاثنين الرابع عشر من أبريل بينما دخلت المنزل عائدة من المدرسة وجدت والدها بوغالب المنصور في انتظارها. قالت إنه كان في حالة غير طبيعية، لعله كان سكرانا، قالت الطفلة. أضافت أنها حسبته سيضربها كعادته إذ تأخرت قليلا عن العودة إلى البيت، ولكنه فاجأها بأن طلب منها أن تنزع ملابسها، ولما ارتدت ملابس النوم فاجأها بأن قادها إلى الفراش. كذلك قالت الطفلة. ما صرحت به نوال ينسجم مع ما خلصت إليه الطبيبة التي فحصتها والتي لم تكتشف أي أثر للاغتصاب أو محاولة للافتضاد. بقي على العميدة فاطمة مرزوق أن تلم بالحياة التي كانت تحياها هذه الأسرة قبل أن تطرق رحمة وابنتها باب مفوضية الشرطة بالفنيدق صباح ذاك الخامس عشر من أبريل من العام 2008. قالت رحمة المنصور إنها تزوجت ابن عمها بوغالب المنصور قبل 15 عاما. قالت إنه كان يعمل نجارا في أحد النوادي الشاطئية، ولكنه منذ أن فقد عمله صار عدواني الطبع ويكثر من السكر ويلجأ إلى العنف عند الأسباب الأكثر تفاهة. قالت إنه لم يكن يستثني ابنته الوحيدة نوال، ولذلك ساءت العلاقة بينهما. ذكرت رحمة أن عداء زوجها زاد لما تمت ترقيتها هي إلى رتبة رئيسة فرقة التنظيف في نادي الطيران. كانت العميدة فاطمة تصغي باهتمام كبير إلى ما تقوله المرأة المقبلة على العقد الرابع من العمر. وصلت في روايتها لتدهور علاقتها بزوجها إلى يوم الرابع عشر من أبريل. قالت إنها عادت إلى المنزل في حدود الساعة الثامنة مساء فوجدت نوال ابنتها طريحة فراشها وهي تبكي. قالت إنها في البداية رفضت أن تفضي إليها بسبب بكائها، ولما ألحت عليها أبلغتها بالخبر. قالت لها إن والدها بوغالب المنصور
اغتصبها، ثم بعد أن وقع ما وقع صار يبكي ويطلب من ابنته أن تسامحه. قالت رحمة أيضا إنها لحظة دخلت البيت لم يكن بوغالب موجودا. انتظرت الصبح وتقدمت رفقة نوال إلى مفوضية الشرطة بالفنيدق. تم القبض على بوغالب المنصور، ضبط في مقهى في الفنيدق وهو يلعب البارتشي مع ثلة من أصدقائه، اللعبة ذائعة الصيت في مدن شمال المغرب. لما أحضر بوغالب إلى مكتب العميدة بعد أن بلغ سبب القبض عليه، فاجأه أن تتولى امرأة البحث في هذه القضية، وقد جهر برفضه أن يوكل ذلك إلى امرأة، ولكن العميدة فاطمة مرزوق هدأته، أقنعته بأنها لما أدت القسم عند تخرجها فإنها أقسمت بصفتها عميدا للشرطة وأنها لن تنحاز لأي طرف مهما كانت الظروف. بدا الرجل وقد اطمأن وبدأ الاستماع إليها. قال بوغالب إنه عصر الثلاثاء 15 من أبريل من العام 2000 كان في المقهى يلعب البارتشي مع بعض أصدقائه لما حضر مفتش شرطة للقبض عليها. قال إنه لما مثل أمام الضابط الذي تكلف بالبحث عنها فوجئ بأنه متهم باغتصاب ابنته نوال. وصف بوغالب تلك التهمة بالسخيفة. بعد ذلك أدخلت نوال ابنته الوحيدة. قال إنه كان يظن أنها ستنفي عن والدها تهمة اغتصابها لتذكر الحب والحنان الذي يخصها بهما، لكن لا شيء من ذلك حدث. كاد الرجل يفقد عقله لما أكدت نوال وبحضور والدتها رحمة أن والدها اغتصبها. في تصريحاته أمام العميدة فاطمة مرزوق قال بوغالب المنصور إن ابنته، وهي تؤكد اتهامه، كانت تحت تأثير من والدتها وكانت تنطق بما لقنتها إياه. كان من الطبيعي جدا أن تسأل العميدة بوغالب المنصور عن سبب هذا الذي يعتبره عداء من قبل زوجته، عداء مضى إلى حد اتهامه باقتراف أبشع ما قد يقوم به أب إزاء ابنته. تنفس بوغالب نفسا عميقا، كانت عيناه تدمعان. إنه الطمع، لقد انحازت إلى جانب والدها في نزاعه مع والدي حول قطعة أرض تقع في الملليين بأطراف تطوان. ذكر بوغالب العميدة بأن رحمة بنت عمه وأن والدها شقيق أبيه يسعى إلى الاستحواذ على قطعة أرض آلت إليهما من والدهما وتقع في الملليين، وأن المسألة معروضة الآن أمام القضاء. هل كان ذلك سببا وحيدا ليبلغ عداء رحمة لزوجها وابن عمها إلى هذا الحد؟ سؤال في جملة أسئلة صارت تطرح على العميدة فاطمة مرزوق التي لم تسقط من حسابها أن يصح اتهام بوغالب باغتصاب ابنته. مضى الرجل الذي لم يعد يتحكم في دموعه إلى أن تلك القطعة الأرضية تقع في الملليين بأطراف تطوان، وقد كانت فيما مضى منطقة قروية، ولما امتد إليها المدار الحضري اكتسبت أهمية عقارية كبرى، إذ تحولت المنطقة إلى قبلة جديدة للمنعشين العقاريين. صرح بوغالب بأنه نصح زوجته بالتزام الحياد في هذا النزاع القائم بين والديهما حتى لا ينعكس أثره على حياتهما الزوجية. كان والد بوغالب الشقيق الأصغر لوالد رحمة، وكان قد استقر بالعرائش قبل عدة عقود، وقد استغل الشقيق الأكبر ذلك وسعى إلى تسجيل القطعة الأرضية في المحافظة العقارية باسمه ودون ما تقديم وثيقة الإراثة. تطور النزاع بين الشقيقين إلى قضية تتوالى أطوارها في المحكمة. لم تلتزم رحمة الحياد كما طالبها بذلك بوغالب. قال إنها صارت تستغل ما لديها من علاقات في نادي الطيران لترجيح كفة والدها وتمكينه من الاستحواذ على الأرض. لم يتردد بوغالب وباح للعميدة فاطمة بأنه يشك في كون رحمة تقيم علاقة مشبوهة مع الخبير الذي عينته المحكمة للبت في النزاع، وأنه لا يستبعد أن يكون ذاك الخبير هو الذي أوحى لها بأن تنصب له هذا الشرك وأن تدفع بابنتهما الوحيدة إلى اتهامه باغتصابها.
قال إنه يظن أن الغرض مما قامت به رحمة هو حمل والده في نهاية المطاف على تقديم تنازل عن الدعوى التي رفعها ضد شقيقه والد رحمة في شأن أرض الملاليين. لم تتمكن العميدة فاطمة مرزوق من الوصول إلى ما يبين الحقيقة في هذا الملف، ولذلك أعدت تقريرا مفصلا تأسيسا على أقوال أطراف القضية دون إغفال خلاصات الطبيبة التي فحصت الفتاة نوال، وقدمت الملف والأطراف إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية تطوان. مع ذلك لم يكن عملا هينا ذاك الذي قامت به العميدة فاطمة مرزوق، فقد تسنى توضيح روايات كل طرف لموضوع الشكاية، الاغتصاب المفترض الذي تعرضت له نوال من قبل والدها. أوكل ممثل النيابة العامة إلى أحد قضاة التحقيق أمر البت في الملف، وأمر أن يمثل أمامه الأطراف. كان الموضوع يقتضي الانتظار بعض الوقت، ولذلك أبقي على بوغالب رهن الاعتقال الاحتياطي. لما أعيد إلى السجن صارت تحاصره كوابيس ما تتهمه به ابنته. دخل في إضراب عن الطعام، لم تكن بنيته بالقوية، ولذلك بعد أسبوع واحد خارت قواه، وقد أبلغت النيابة العامة بامتناع بوغالب عن الأكل وباكتفائه بالماء. ما قاله بوغالب في شأن دوافع زوجته إلى معاداته حتى هذا الحد كان من الأمور التي رأت النيابة العامة ضرورة تمحيصها والبحث فيها. صحيح أن الرجل كان عاطلا عن العمل منذ بضعة أشهر، وأنه صار عالة على زوجته رحمة، ولكن ذلك لا يكفي لتبرير الذهاب إلى حد اتهامه باغتصاب فلذة كبده. تأسيسا على ذلك تقرر وضع رحمة المنصور وابنتها نوال تحت المراقبة. كانت رحمة تعمل في مخيم لنادي الطيران. كان للشرطة في ذلك المخيم مخبر قال إن رحمة المنصور امرأة سيئة السمعة بين زملائها وزميلاتها، وأنها تقيم منذ فترة علاقة مشبوهة مع المسؤول الأول عن المخيم، وأن ذلك هو ما جعلها تستفيد من الترقية إلى رئيسة لفرقة النظافة في المخيم. أبعد من ذلك قال المخبر إن رحمة تواطأت مع رئيسها عاشقها لطرد زوجها من عمله في نادي الطيران، وبذلك صارت لها حرية اللقاء بعشيقها متى شاء، كما أنها كانت تختلي به لساعات في مكتبه. كل ذلك أكسبها سمعة سيئة بين زملائها وزميلاتها، وبما أنها صارت رئيسة فرقة النظافة فلم يكن من بينهم من يجرؤ على الكلام. تمكن مفتش شرطة تولى مراقبة رحمة من التأكد من صحة ما قاله المخبر، بينما كشفت التحريات التي فتحت حول نوال أنها ترتبط بعلاقة صداقة قوية مع إحدى زميلاتها في المدرسة، ولذلك فإن المحققين ارتأوا التركيز على زميلتها تلك. اتصلت العميدة فاطمة مرزوق بوالدة زميلة نوال وصديقتها وأقنعتها بالتعاون مع الباحثين. بعد يومين علمت العميدة أن نوال أفضت إلى صديقتها وزميلتها بأن والدتها هي التي أرغمتها على القول بأن والدها اغتصبها. كانت نوال تبدو حزينة. لقد ربطت الفتاة بين إجبارها على اتهام والدها باغتصابها وتطور العلاقة الغرامية لوالدتها مع المسؤول الأول عن مخيم نادي الطيران. صار يوصلها بسيارته حتى باب المنزل، وكانت تقبله وهي تودعه. كانت نوال كثيرا ما رأتها وهي تفعل ذلك. في السجن كان بوغالب يواصل إضرابه عن الطعام، فقد قواه. ورأت العميدة أن إخبار نوال بالحالة التي آل إليها والدها ربما سرع وتيرة الكشف عن الحقيقة. استدعيت نوال إلى مكتب قاضي التحقيق، وتم استدعاء مساعدة اجتماعية، وكان بوغالب قد أحضر قبلهما إلى هناك. لما دخلت الفتاة صدمها أن رأت والدها على كرسي متحرك. حاولت أن ترتمي في حضنه، ولكنه أشاح بنظره عنها. دون مقدمات
مضت الفتاة في حديثها أمام قاضي التحقيق إلى صلب الموضوع. قالت إن والدها لم يغتصبها وما حاول ذلك، ولكن والدتها هي التي أجبرتها على ادعاء ما ادعته بعدما أوهمتها بأنه يقيم علاقة مع امرأة أخرى. حاولت العميدة والمساعدة الاجتماعية إقناع أبو غالب بإنهاء إضرابه عن الطعام الآن وقد ظهر الحق، بإقرار ابنته بأنها اتهمته زورا بتحريض من والدتها. في تلك الجلسة تم الإفراج عن أبو غالب المنصور، وكانت المراقبة التي أقيمت حول زوجته رحمة قد مكنت من ضبطها متلبسة بالخيانة الزوجية مع رئيسها في العمل. وبعد اعتقالها استدعي أبو غالب إلى مكتب الوكيل العام للملك، حيث سئل عما إذا كان يريد متابعة زوجته من أجل الخيانة الزوجية. في نهاية المطاف تنازل عن متابعتها واشترط عليها أن تتخلى هي عن حق حضانة نوال ابنتهما لما تطرح القضية على محكمة الأسرة. كان المحامي الذي تولى الدفاع عن أبو غالب المنصور في إطار المساعدة القضائية قد تدخل أيضا في النزاع القائم بين الشقيقين والد رحمة ووالد أبو غالب، اتمكن من الدفع بالقضية باتجاه التسوية التوافقية. طلق أبو غالب المنصور زوجته رحمة وعاد إلى العرائش برفقة ابنته نوال. كان يرى أن كل متابعة ضد رحمة ولو أنها خانته ستسيء إلى العائلة برمتها. بالنسبة لأبو غالب العودة إلى العرائش كانت طيا لصفحة أليمة.